باش نعملوا دويده وفوره بالدجاج. خذنا قدور، رطل الدجاج، رطل دويده، رطل بطاطا ونص رطل فلفل اخضر، ونبداو نحضروا الدباره نتاعنا. ناخذوا مقفور نحطوا فيه نص كاس زيت، بصله صغيره مقصوصه جويده، نقصوا دجاج تريفات كما نحبوا، زوز مغارف طماطم معجونه، شويه حمص، نص مغرفه فلفل زينه، واللي يحب الحار كالعاده يزيد، شطره مغرفه ملح، ربع مغرفه فلفل اكحل، نص مغرفه كركم، نص مغرفه راس حانوت وريقات رند، شطر راس ثوم مرحي، نقليهم مليح وزيدهم شويه ماء سخون، بعد ما تقليت نمرقوها ونخليوها تغلى. نبداو نحضروا الدويده. ناخذوا صحفة كبيرة نحطوا فيها رطل دويدة، رشوها بشطر كاس زيت، شوية ملح ونفع كركم، نخلطوهم مليح، نعبيهم في الكاسكاس ونحطوها تفور، ديما نحرك باش ما تلصقش، نزيدوها 10 دقائق ونحطوا البطاطا. بعد ما نخليوها ربع ساعة نمسوا الدويدة وقت تبدأ تطرى شوية، نهبطوها نصبوها في صحفة ونسقيها ونزينوها، وماذا بينا نحطوها في حاجة فخار كما الطنجير وندخلوها للكوشة. بعد ما سخناها في الكوشة في سخانة 180 درجة لمدة 10 دقائق باش تتجمر، نخليه معها قرون فلفل أخضر وإلا قرون فلفل بر العبيد، ونأكله صحة وبشفاء. حلو 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 برشا بنا. أما جوست شيف دالي اللي كي